بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا راح نتكلم عن الطاقة الكامنة. دروس السابقة أخذنا الطاقة الحركية. أما الطاقة الكامنة شنو الطاقة الكامنة؟ هي الطاقة الكامنة تتعامل مع الجاذبية الأرضية. يعني شنو؟ يعني من أصعد إلى الأعلى راح أنجز شغل ضد الجاذبية الأرضية. إن الجاذبية الأرضية راح هي شو تسوي؟ هي تسحبنا نحو الأسفل، صح؟ فأنا راح أنجز، راح أصعد إلى أعلى، فراح أتغلب على الجاذبية الأرضية. فهذه الطاقة تخليني أصعد إلى الأعلى وأتغلب على الجاذبية الأرضية، نسميها بالطاقة الكاملة. يعني هي صح تتعامل مع الجاذبية الأرضية، بس هي ضد الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية تسحبنا نحو الأسفل، إحنا صعدنا، فهاي اللي من نصعد معناتها طاقة كاملة. مثل هنا هاي الشخص شايل حجر مثلا، فهاي إلى الأعلى، فهاي الطاقة الكاملة هي هاي. يعني تغلبت الطاقة الكاملة، تغلبت على الجاذبية، لأن لو كان لأن الجاذبية تسحبنا نحو الأسفل، أوكي؟ أو مثلا هنا شلال، تمتلك مياه الشلال طاقة كاملة كبيرة بسبب ارتفاعها العالي عن سطح الأرض، فهاي الطاقة الكاملة. فتعريف الطاقة الكاملة هي الطاقة الناتجة عن إنجاز شغل ضد الجاذبية الأرضية. أنا من أصعد إلى أعلى راح أنجز شغل، أوكي؟ من أشيل شيء في الجسم، حجارة أشيلها إلى الأعلى، أنجزت شغل على هذا الجسم، أوكي؟ بس ضد الجاذبية الأرضية، إني رفعتها أنا الأعلى ضد الجاذبية الأرضية. الطاقة الكاملة، قانون الطاقة الكاملة يساوي الكتلة في التعجيل الأرضي في الارتفاع. يعني P معناتها الطاقة الكاملة، potential energy، هاي اختصار بوتيشن انرجي، اخذ اول حرف من بوتيشن انرجي، يساوي كتلة في التعجيل الارضي في ارتفاع. ليش يعني اختار هاي يعني كتلة في التعجيل في الارتفاع؟ لانه الكتلة هي كتلة الجسم مثل حجارة فتشي. التعجيل الارضي ان هي الطاقة الكاملة تتعامل، فالتعجيل الارضي هي الجاذبية الارضية. شقيت تعجيل الجاذبية الارضية؟ 9.8، حافظين احنا ثابت. الارتفاع طبعا ارتفاع، اني في الارتفاع اتش، فراح اني سحب، اني صعدت الى الاعلى، فاكيد هذا اشوف الارتفاع من هاي النقطة الى هنا، ارتفاع هشقيت هاي، فاكيد اكو ارتفاع بالقانون. فهذا قانون الطاقة الكاملة. عندكم مسألة بخصوص الطاقة الكاملة قبل ما نطرق المسألة؟ هنا وحدة الطاقة الكاملة هي الجول. قلت لكم كل الطاقات وحدة الجول، مثل وحدة الشغل هي الجول، وحدة الكتلة هي كيلوغرام، وحدة الارتفاع هي المتر. تعجيل الأرضي هو 9.8 نيوتن على كيلوغرام، هذا ثابت تعجيل أرضي. مثال: يقوم رجل بنقل صندوق كتلته 20 كيلوغرام من الأسفل، من أسفل سلم ارتفاعه 2.5 متر إلى نهايته. أحسب الطاقة الكاملة صندوق، يعني مني طاقة بوتيشن إنرجي مجهولة. هلس أكتب المعطيات، شو أسوي أني؟ أكتب المعطيات زين. عدش كتلة شقد يساوي 20 كيلوغرام، نعرف الكتلة تقاس بالكيلوغرام. ارتفاع يعني اتش يساوي 2.5 متر، وحدة الارتفاع هي المتر. فالقانون هو يريد مني الطاقة الكاملة، بوتيشن انرجي يساوي كتلة في التعجيل الارضي في الارتفاع. كتبت المعطيات، صار الحل يعني سهل. 20 اكتب الرقم مع الوحدة، كيلوغرام في التعجيل الجاذبي الارضي، يعني انا حافظته تعجيل الارض 9.8 نيوتن على كيلوغرام، في الارتفاع جيد عندكم 2.5 متر. اوكي، انا وحدة الطاقة هي الجول، راسا اكتبها، ويطلع الناتج 490. هذا الناتج. فبس تطبيق مباشر، عندكم سؤال بخصوص الطاقة الكاملة،
واجب حال يقوم محمد بنقى صندوق كتلته 50 كيلوغرام من أسفل سلم ارتفاعه 2.5 متر إلى نهايته. أحسب الطاقة الكاملة للصندوق. زين، سؤال ثاني، عند رفع مواد بناء كتلتها 30 كيلوغرام إلى أعلى بناية ارتفاعها 10 متر، ما مقدار الطاقة التي اكتسبها مواد البناء؟ فهاي بخصوص الطاقة الكاملة. وصلنا إلى قانون حفظ الطاقة. شنو قانون؟ قبل ما أتطرق إلى قانون حفظ الطاقة، راح أسألكم سؤال: هل الطاقة هي أخلقها عن الطاقة؟ أنا أخلق الطاقة؟ كلا، أنا ما أقدر أخلق طاقة. شوفوا، الطاقة لا تفنى، يعني ما تروح ولا تنتهي، يعني أيضا لا نخلقها، ما نقدر نخلقها، إنما الطاقة تتحول من شكل آخر. أنا ما أقدر أخلق، الله خالق الطاقة، بس من خلالها الله خالق الطاقة، يعني الله أقدر أحولها من شكل إلى آخر، يعني تحولات طاقة. مثلا عندكم هنا في هذا الشخص صعد في أعلى لعبة التزحلق، فهاي يمتلك طاقة كاملة، ثم بالزحلق تزحلق فامتلك طاقة حركية، يعني فهاي تحولت من طاقة كاملة إلى طاقة حركية. احنا نقدر نحول، فما نقدر نخلق طاقة، وهي طاقة لا تفنى ولا تستحدث. فتعريف الطاقة الكاملة، قانون حفظ الطاقة، تعريفه مهم. هي الطاقة، إن الطاقة لا تفنى، هي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إنما تتحول من شكل آخر. هذا قانون حفظ الطاقة. نأتي الآن عدة أنواع الطاقة وتحولاتها. عندكم أول شيء الطاقة الكاملة، الطاقة الكيميائية. الطاقة الكيميائية هي اللي تنتج من التفاعلات الكيميائية. طاقة كيميائية بنسميها تنتج من التفاعلات الكيميائية. عندك مثال، أعطيكم مثال. مثل قلت لكم ما أقدر أخلقها، بس أقدر أحول من شكل آخر. مثل الطاقة الشمسية، الشمس طاقة شمسية، أقدر أحولها لطاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية، صار عندي تيار كهربائي، وهكذا تيار كهرباء الطاقة الكهربائية أمي أقدر أحولها، وهكذا تتحول الطاقة. مثل أحول الطاقة الكهربائية إلى إلى طاقة حركية، كما في الخلاط، خلاط مو يتحرك، فهاي تحولت إلى طاقة حركية. زين، الطاقة الحرارية، وتنتج من الشمس الحرارية، من الشمس والمياه الجوفية وحرق الوقود. شلون جاية؟ جاي من الشمس والمياه الجوفية. الطاقة النووية، وهي الطاقة التي تربط بين مكونات النواة، البروتونات والنيوترونات، تنطلق الطاقة نتيجة تكسير تلك الرابط، ومن ثم تؤدي إلى إنتاج طاقة حرارية كبيرة جدا. الطاقة الكهربائية تنتج من تحول نوع من أنواع الطاقة إلى طاقة كهربائية. مثلا شنو؟ تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، كما هو حال في المولد الكهربائي. هي طاقة ميكانيكية، هي تحول الطاقة كهربائية كهرباء، كما في شنو؟ مولد كهربائي. أو تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، كما هو حال في البطارية. البطارية بها يعني مادة كيميائية، فهي حتحول طاقة كهربائية كيف بطاريات، يعني أقدر ريموت بيها بطارية، فأقدر يعني صار بي كهرباء واشتغل، فأقدر أستخدمه. أوكي، الطاقة الضوئية هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، وأهم مصدر طبيعي لها هو الشمس. أما الطاقة الميكانيكية الحركية، وهي الطاقة الناتجة عن حركة الأجسام من مكان لآخر، هي قادرة نتيجة هذه الحركة على إنجاز شغل. أي طاقة معناته إنها هي أنجزت شغل، والذي يتحول لشكل آخر من الطاقة. والأمثلة الطبيعية لهذا النوع من الطاقة هي حركة الرياح وظاهرة المد والجزر.
ويمكن للطاقة أن تتحول من شكل آخر عن طريق محولات الطاقة وهي أجهزة كهرباء. أنا قلت لكم أقدر أنا أحول من الطاقة إلى أخرى عن طريق مثل محولات كهربائية أو إلكترونية تعمل على تحويل الطاقة من شكل آخر. من أمثلتها هي المولد الكهربائي، صح لو من ذكرتها، يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. المصباح الكهربائي الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة شنو؟ ضوئية. طاقة شنو؟ ضوئية. وطاقة المصباح من يعني هو طاقة تحولت من طاقة كهربائية طاقة ضوئية. مصباح بيضوء وحرارة ينطي حرارة. الخلايا الشمسية تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية، أو تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. السماعة الكهربائية، سماعات الكهربائية شنو هي؟ تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. هي كهربائية طاقة صوتية، صوت أسمع. فهاي هي طاقة صوتية، فهي هاي تحولات الطاقة. فأنا مثل ما قلت لكم قانون حفظ الطاقة هي لا تفنى ولا تستحدث، إنما تتحول من شكل إلى آخر. أنا لا أقدر أخلقها ولا أقدر أنهيها، يعني ما أقدر، فقط أحولها من شكل إلى آخر. أوكي، موضوعنا وصلنا إلى الآلة. شنو هي الآلة؟ الآلة معناتها أي جسم يساعدنا في حياتنا اليومية تعتبر آلة. الآلة بأنواعها هي من أنواعها الآلات البسيطة هي العتلات. أول نوع العتلات بها ثلاث أنواع راح نتكلم عليها اليوم. راح نأخذ النوع الأول مع حل المسألة خصوص النوع الأول. كذلك من الآلات البسيطة هي البكرات وسطح المائل والإسفين والبريمة والعجلة والمحور. فراح نتكلم اليوم فقط على العتلات. العتلات آلات. قبل ما نعرف العتلة، الآلة تعريفها هي أداة تساعد على إنجاز شغل بطريقة أسهل. أوكي، أي آلة تساعدنا في إنجاز الشغل بطريقة أسهل. أما العتلة هو جسم صلب قابل للدوران حول مرتكز ثابت. ثابت يعني شنو؟ هو جسم صلب. مثلا عندكم هذا المقص، هذا المقص جسم صلب، تمام؟ فهذا هاي تعتبر عتلة. احنا عندكم عتلات هواي، يعني نوع اول والثاني والثالث. راح شلون الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم من خلال موقع المرتكز والقوة والمقاومة. يعني العتلة النوع الاول راح يكون القوة طرف والمقاومة طرف والمرتكز لازم بالوسط. إذا تشوفين بالسؤال المرتكز في الوسط معناته عتلة من نوع الأول. في الوسط عتلة من نوع الأول. فأنا هاي تعتبر عتلة. ليش تعتبر عتلة؟ لأنه أنا هاي قوتي. أنا قوتي لا، هاي القوة أنا لازمت هاي منها، هاي تعتبر قوة. هذا المرتكز ثابت، هذا يتحرك هنا ثابت. أما اللي راح أقص بي يعني مثل القماش، هاي القماش يعتبر مقاومة. مقاومة في الشغلة أريد أطبق قوة عليها، الشغلة أريد أطبق عليها القوة تعتبر المقاومة. أوكي، وكذا عرفتوا هاي القوة. هاي قوة، هذا مرتكز، ها الشغلة التي أطبق عليها قوة تسمى المقاومة. زين، عندكم ذراع القوة وذراع المقاومة. المسافة بين القوة والمرتكز، مسافة بيناتهم نسميها ذراع القوة، راح نعرف شنو رمزها. والمسافة بين المرتكز والمقاومة اللي مثل هي القماش يعني مثلا نسميه ذراع المقاومة. أوكي، هذا تعتبر عتلة من النوع الأول، مقص. أوكي، كذلك عندكم الإسبانة. هذه الإسبانة هما تعتبر عتلة من نوع الأول. هاي منا أنا قوتي، هاي القوة أنا لازمتها، هي هاي القوة تعتبر. والمسافة بين القوة ومرتكز هي الذراع القوة، وهذا المرتكز، هذا المرتكز ثابت. أما ها اللي راح الشغل اللي أريد أطبق عليه القوة نسميها المقاومة، والمسافة بين المرتكز والمقاومة ذراع المقاومة. أنا ليش أنا ليش ليش يعني أنا لازم أحتاج قوة، قوة ألزمها، يعني لازم أحتاج قوة ألزمها، ما أقدر أدوره
أقدر؟ لا، فلازم ألزمه هيك شيء، عم أحتاج يعني قوة، فهذا تعتبر ربح قوة، لأن عدل من النوع الأول راح الفائدة، إحنا راح نكتب القانون، هتعرفوا شنو القانون، كذلك الفائدة من عدل الأول، أما نحصل على ربح قوة أو ربح سرعة أو ما نحصل على لا ربح قوة ولا ربح سرعة. يعني شنو؟ مثلا مقص، أنا أريد أقص قماش مثلا أو ورقة، ما أقدر أقصها، ما أقدر أقصها، إذا ما قدرت أقصها معناتها ماكو ربح قوة، ماكو ربح سرعة، يعني الشيء ما أقدر أسوي فيه، ما عندي شيء. أما مثلا عندكم سطلة، شوفوا أنتم بالبناء، سطلة أصعد بيها مثلا أغراض، يعني طابوق، شغلات سميت، أحسن ما أنا أشيله وأصعده، أشوف السطلة أني أسرع، فهذا معناته ربح سرعة، ربح السرعة، أوكي؟ أما ربح قوة، شنو ربح قوة؟ ربح قوة مثلا أنا شو رأيكم؟ أفره منه؟ لو ألزمه هي شو أفره؟ أكيد إذا لزمت منها راح أنا ربحت قوة، راح ربح قوة، أوكي؟ فهاي الربح القوة وربح السرعة، فراح أخذها هسه كشرح، إحنا فهمكم شلون يكون التطبيق. أول شيء تعريف العتلة قلت لكم هو جسم صلب قابل للدوران في حول مرتكز ثابت، زين. قانون العتلات، القوة في ذراعها، قلت لكم بعد القوة عن المرتكز، المسافة يعني يساوي المقاومة في ذراعها، احنا نحفظ هذا. اي سؤال شوفين اكو عتلة رأس، تكتبين هذا القانون F في D1، F1 في D1 يساوي F2 في D2، ال F1 رمز القوة، D1 رمز ذراع القوة، F2 رمز المقاومة. بالسؤال دائما يقولوا ثقل، علق الثقل، فالثقل هو يعتبر مقاومة، يعتبر شنو؟ مقاومة، اوكي؟ الاثقال تعتبر مقاومة، وهنا عندك دي 2 هي ذراع المقاومة، فهذا القانون في العتلة نوع الاول. شوفوا هاي القوطية، اني ايدي هي القوة تعتبر، اوكي؟ فالمرتكز هنا، هذا المرتكز، فالمقاومة القبغ، يعني أنا هاي الشغلة هاي نسميها المقاومة، فهي يعني الشغلة اريد اطبق عليها القوة قلت لكم نسميها مقاومة، فالقبغ هو يعتبر مقاومة، والمسافة بين القوة والمرتكز هي نسميها ذراع القوة، والمسافة بين المرتكز والمقاومة نسميها ذراع المقاومة. عندكم امثلة اضافية، عندكم مثلا هنا الميزان، هذا ميزان ذو الكفتين، هنا مثلا عندكم هذا المرتكز بالوسط، وهي القوة وهي المقاومة. القوة دائما تكون بضاعة، أوكي؟ المقاومة هي مثل ثقل قال، كذلك عندكم هنا هذا اللعبة تكون هنا القوة وهنا المقاومة، وهنا بالوسط يكون المرتكز، وعندكم مقاس مثل قلت لكم، وهنا هنا هذا الشخص هو الشخص الإنسان، هذا يعتبر قوته قوة، قاعد يشيل الحجارة، هذا المرتكز هنا بالوسط وهاي تعتبر المقاومة. كذلك هنا عندكم هاي الآلة، هاي آلة من العتلات من النوع الأول، هذا تعتبر القوة، وهذا السطل يعتبر اللي حتشيلين بيها مثلا أغراض مثلا سمد أو هاي تعتبر المقاومة، وبالوسط هنا يعتبر المرتكز. فهاي أنواع من عتلات النوع الأول. زين، راح نروح شنو نبدي شرحاني بالسؤال، يجي للسؤال، السؤال عندكم سؤال بالكتاب، اوكي راح نبدي نحله، اوكي شلون حنحل وياي؟ اول طريقه من حل السؤال العتله، انا بس اشوف بالسؤال اكو عتله، اذا اكو بالسؤال عتله معناته اكتب قانون العتله، يعني انا بس اشوف، لا هو يقول ليش عتله، فمباشره اكتب قانون العتلة، شو اكتب؟ F1 في D1 يساوي F2 D2، هذا قانون العتلة. زين، وراها نكتب المعطيات، ورا شو نسوي؟ نكتب المعطيات. قبل ما المعطيات اكتبها ارسم، انا شو اعرف هاي عتلة نوع اول؟ لان عتلة نوع اول حل، عتلة نوع ثاني حل يختلف، وكذلك عتلة نوع ثالث راح يكون حل يختلف. زين، عتلة الأول راح أرسم ساق طوله 50 سنتيمتر، يرتكز في المنتصف، يعني المرتكز وين يكون؟ في المنتصف، يعني المرتكز في الوسط، أرسم هذا المرتكز،
مثل المثلث، ترسمي مثل المثلث. شلون ترسمي مثل المثلث؟ شوفوا شوفوا، أنا إذا أي رسم رسم يخص العتب الأول راح يكون الرسم هكذا، المرتكز بالوسط أوكي، وهنا القوة وهنا المقاومة، وبين المسافة بين القوة والمرتكز نسميه ذراع القوة، والمسافة بين المرتكز والمقاومة نسميها ذراع المقاومة. هذا راح ترسمون مثل خط ومثلث أوكي. راح نرسم هنا، ها نكتب المرتكز، هذا شنو المرتكز أوكي. هنا رسمو نكمل الرسم زين. قال لك في المنتصفة مرتكز، على مسند علق ثقل مقداره، يرتكز منتصفه على مسند علق ثقل مقداره 20 نيوتن. يعني الثقل كيف تخلي هنا الثقل، تريدين هنا الثقل، هو اهم شيء بالطرف. تكتبين هنا ثقله، تكتبين المقاومه، وش قيمه المقاومه؟ يعني ثقل يعني مقاومه، ثقل يعني مقاومه، ورمز المقاومه شنو؟ F2 يساوي 20 نيوتن. قال لي الساق طوله، طوله جيت 50 سنتيمتر، يعني هذا الساق كله، هذا يعتبر هذا كله، هذا كله يعتبر الساق، جيت تكتبين 50 سنتيمتر، يعني هذا من المقاومة إلى القوة تعتبر هنا قوة، أوكي؟ لأن هاي ما دام المرتكز في الوسط معناتها يعني بين القوة، لازم مقاومة بالطرف والقوة بالطرف، وأنا قال لي الساق طوله، يعني هذا الساق كله طوله 50 سنتيمتر، زين. طلعت اني المقاومه زين، يقول لك احسب مقدار القوه اللازمه الرفع والتي تؤثر على بعد 20 سنتيمتر من المرتكز. يعني القوه مجهوله، اف 1 مجهوله، القوه شنو مجهوله زين، على تؤثر على بعد 20 من المرتكز، يعني شنو 20 سنتيمتر من المرتكز؟ يعني معناته هذا البعد ذراع القوه، ذراع من المرتكز. يقول لك مقدار القوه لازم رفعي، قوة رفعه تؤثر على بعد 20 سنتيمتر من المرتكز، فهاي كلها شنو؟ ذراع القوة، وجيت 20 سنتيمتر. ملاحظة، تشوفين سنتيمتر الذراع ممنوع يكون بالسنتيمتر، لازم نحوله إلى متر، نحوله سأشوفك شلون نحوله بالمتر، هاي عنا 20 سنتيمتر. هنا ذراع المقاومة بقعد لي ذراع المقاومة شلون اطلعه؟ خلي احول اول شيء، راح افهمكم شلون حتطلعون ذراع المقاومة اوكي. ال اول شيء هنا الاف 1 مجهولة زين، الدي 1 شلون اطلعه؟ هاي مو قلت لكم هنا 20 سنتيمتر، شو اسوي؟ اقسم على 100، لازم احولها الى متر، كل وحدة سنتيمتر لازم احولها الى متر بتقسيم، بنحولها نقسم على 100، ف 20 على 100 يساوي هاي صفر ويا صفر روح حيطلع او بوند 2 متر. طلعت ذراع القوة زين، اف 2 ايش قيت بالسؤال؟ طلعتها 20 نيوتن، وكذلك وحدة القوة والمقاومة وحدتها شنو؟ نيوتن. اما الذراع لازم تكون بالمتر زين، اذا مطيشها بالسنتيمتر لازم تحوليها المتر زين، هاي اف 2. اما عدك السن اريد ذراع، احنا لازم مجهول واحد، لازم السؤال مجهول واحد، ذراع المقاومه شو راح نطلعها؟ هو يقول الساق طوله 50 سنتيمتر، يعني هذا كله 50 سنتيمتر، بس اني مرتكز وين المرتكز؟ انا هل بس سؤال، هل ذراع المقاومه منا لهنا؟ لا، اكو مرتكز عشان قاسم مقسوم، هذا مقسوم، فشاخذ انا 50 نصها جيت 25، ما علي بعد، ما اخذ 50، اخذ النص للمرتكز بالوسط. من يكون المرتكز بالوسط بين القوة والمقاومة معنات اخذ النص، يقول لي الساق طوله 50 مثلا سنتيمتر مرتكزة في الوسط، فاخذ 25، فذراع المقاومة هي 25 زين. هل ممكن 25 سنتيمتر زين، هل ممكن تبقى سنتيمتر؟ كلا، فلازم احولها 25 على 100 يساوي 0.25، نحسب كم صفر ونخليه مرتبة، مرتبتين، كم صفر؟ صفرين فمرتبتين أوكي. هاي تحويلات، أو تقول مثلا 25 هاي مو تعتبر 10 أس 2، فمن أصعدها شنو حصل؟ 10 أس سالب 2، فأحولها بصورة مرتبة عشرية، شلون احولها؟ حصل او بوينت كم مرتبه،
كم مرتبع؟ اثنين، يعني 0.25، واحدة اثنين، صيغة فوارز نحولها، اوكي؟ فهذا رياضي زين. طلعتي مصاري الحل، ما دام انا رسمت عرفت العتب من النوع الاول راح يكون الحل سهل، فراح اسوي الثاني، راح اكتب القانون اف 1 في دي 1 يساوي اف 2 في دي 2. اف 1 ايش قال عندك؟ الاف 1 عندك مجهول هو يريدها، يعني اكتب اف 1 الدي 1 او بوند 2 متر يساوي اف 2 ايش قلت؟ 20 نيوتن في دي توش جي طلعت 0.25 متر. دائما المجهول ويا الرقم راح يكون المقام، مجهول ويريده، يعني مجهول هو يريده، دائما الرقم ويا يكون وين؟ المقام. 0.2 على 20 في 0.25، شو راح اختصر؟ هذا الصفر، هاي الفارز ويا الصفر حتروح، اوكي؟ لا سوري، هنا 0.2 راح الفاز حتروح، نخلي الصفر هنا، اوكي فاز تروح حنخلي الصفر زين، راح تصير والواحد 2 و 2 حيروح 1 1 حيصير 100 100 100 100 في 0.25 شو حتروح؟ ليش؟ انها 10 اس 2 وهاي اذا نجحها 25 في 10 اس سالب 2 كم مرتبة؟ مرتبته السالب اثنين هوية الاثنين تروح، تبقى الناتج يطلع لك 25 نيوتن. طلعت القوة. وكيف فهمتوا الرياضيات؟ يعني اني فقط هنا كان حل رياضيات، يعني هنا عندكم تشاتي او بوت اثنين، شو اسوي انا؟ اريد اختصر، شو اسوي؟ اصحى الصفر وتروح الفارزة، اوكي؟ وفي او بوت 25، فمية في 0.25 الصفر ويا الفارز مرتبتين، يعني هي تعتبر 25 قلت لكم في 10 سالب 2، فسالب 2 ويا 100 تروح تبقى 25 نيوتن. زين للسؤال، راد منك الفائده الميكانيكيه، يعني شو الفائده الميكانيكيه العتله وياي؟ يعني الفائده من العتله قلت لك اما ربع سرعه او قوه، او وما لا يوجد ربع قوة أو سرعة. شلون نعرف؟ شلون نطبق قانون فائدة ميكانيكية؟ نطبق عندكم قانون الفائدة الميكانيكية، هو رمزها ام دوت اي، يعني ميكانام ادفانتج، ميكانام ادفانتج، فميكانام ادفانتج يساوي القانون اف 2 على اف 1، يعني المقاومة على القوة. من يقول ايش ايدي الفائدة الميكانيكية؟ نطبق هاي. زين شوفوا، إذا طلع الناتج الفائدة ميكانيكية أكبر من واحد، يعني إذا طلع الميكانيكية طلع الناتج أكبر من واحد، معناته نكتب نحصل على ربح قوة، تكتبين ربح قوة. إذا طلعت الفائدة الميكانيكية أصغر من واحد، يعني حصلنا على ربح سرعة. إذا طلع الناتج الفائدة الميكانيكية واحد، يعني لا نحصل على ربح قوة سرعة، يعني تقول لا توجد، لا يوجد ربح، أوكي؟ هاي ملاحظات مهمة، وهذا القانون الفائدة الميكانيكية. هذا السؤال الفائدة الميكانيكية، نطلع الفائدة الميكانيكية شلون نطلعها؟ نكتب ميكانال ادفانتج يساوي اف 2 على اف 1 يساوي اف 2، ايش قلت الان؟ اف 2 هي اف 2 20، اوكي اف 1، الاف 1 ايش قلت؟ اف 1 هم اف 1 25، اوكي طلعتها من خلال الناتج، طلعتها 25 نيوتن، اوكي 25 زين، هنا نيوتن هنا نيوتن، القوه المقاومه والقوه بتقاس بوحده القوه، وقلت لكم الثقل يعني هي مقاومه. زين 20 على 25 ايش جيت؟ هنقسم 20 تقسيم 25، 20 كم 25 ما بيها، خلي الصفر ونخلي الصفر هنا وفارزة. 200 كم 25؟ بها 8، 8 في 5 40، 8 في 2 16، و 4 20، فيطلع هنا 0.8. زين سؤال، هل الفائدة الميكانيكية تحت يعني عندها وحدة أو ما عندها وحدة؟ لا، بدون وحدات الفائدة الميكانيكية ما عندها وحدة. ليش؟ من نختصر نيوت ونيوتن راحت، فهنا ماكو وحدة، فنكتب بس الرقم 0.8. زين هنا طلعت 0.8،
زين هو يدمني فادمي، انا طلعت قانون زين هو يدمني فادمي ميكانيكي، يعني يقولش تقولي له ربع سرعه لو ربع قوه او طلع لي شيء اصغر من واحد، لو اكبر من واحد، لو واحد طلع لي اصغر من واحد او بوينت ثمانية، يعني واحد متنزلين او بوينت واحد او بوينت اثنين ثلاثة، معناته هاي اصغر من واحد. فما اذا اصغر من واحد معناته ربع السرعة، قلت لكم اذا اصغر من واحد شنو ربع سرعة، اذا كان قلت لكم اذا طلع الناتج الفائد ميكانيكي اصغر من واحد يعني نحصل على ربع سرعة، كتبين ربع سرعة. هذا الحل خلص. عندكم واجب، واجب ساق طوله 60 سنتيمتر يرتكز في منتصفه على مسند علقه ثقل مقدار. قلت لكم الوحدات نحولها لازم اذا بالسنتيمتر نقسمها على 100، والثقل هي تعتبر مقاومه. مقداره 30 نيوتن في طرفه. احسب اول شيء مقدار القوة اللازمة رفعه والتي تؤثر على بعد 30 سنتيمتر من المرتكز. وريد من الطالب الثاني، الطالب الثاني فائدة الميكانيكية للعتلة. فاذا قلت لكم اذا طالب من عتلة نشوف انا وعتلة، احنا يوم موضوعنا عتلة معول، قلت لكم لازم يكون المرتكز بالوسط والقوة طرف والمقاومة طرف. اذا قلش في منتصفه مرتكز يعني عتلة من النوع الاول. شكراً.